ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قام عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد أمسين الخميس بزيارة تفقدية لعدد من المناطق السياحية بالمنطقة وعلى رأسها عين فيتال ولابريري. العامل وقف على انتشار مهول للبناء العشوائي بالمناطق السياحية التي يقصدها المغاربة من كل حدب وصوب، ليأمر بعد ذلك بإخلاء المنطقة السياحية عين فيتال من المحلات التجارية العشوائية مهددا للمخالفين بالسجن. وخاطب العامل التجار بالقول: انتم السفيني ما غدخلوش لعين فيتال، تشفارس ديالكم وما كتحتارموش داكشي اللي اتفقنا معاكم، ما عندي ما ندير بكم، سالينا. واضاف بنبرة غاضبة وبحضور باشا المدينة وشخصية عسكرية ومدنية: جيت عندكم حتى لهنا وقلت لكم ما تقادوا وديروا الثمن نيشان وما تسرقوش الناس ودوزوا في السيركوي، وحتى واحد ما بغى يحترم هاد الشيء، سالينا معاكم، سيروا دبروا على راسكم في شي بلاصة اخرى، واللي لقيت هنا غادي يمشي للحبس. عامل الإقليم وقف على عدة اختلالات فاضحة وانتشار مهول للبناء العشوائي بالمناطق السياحية المعروفة بإقليم إفران، حيث أصدر تعليمات صارمة لمرافقيه من المسؤولين لمباشرة عملية ترحيل التجار الموسميين الذين لم يحترموا التعليمات والاتفاق الذي تم مع السلطات الإقليمية. لا اليوم هو الوقت، شوف راه غدا غنسلم، غير باش تكونوا فاهمين، يعني هو السيد ماشي كامل هذا بيتين دون دو جو غادي تسلم، صافي باش كل واحد يجمع حقه، يجمع حقه كما بحال الاخرين اللي كانوا في لابريري بحال اللي كانوا سميتو، راه جمعناهم تنتوما الله يجعل بارك الله فيك، صافي كليتو الخبز شبعتو، صافي انا بغيت ما يبقاش ليا شي حد اللي انا جي اوتوريزي وباقي باقي الوقت، باش ما تكونوش السبب ديال نتوما العيود انا سيفين ياه، العيود انا ما يبقاوش يدخلوا الفيتال، لا علموا صحابكم راه العود اللي غتشدوا لا هو لا مولا يدخل الحبس، سالينا حتى الشفارت ديالكم وما كتحترموش داكشي اللي تبت معاكم، ما عندي ما ندير بكم، سالينا جيت عندكم حتى لهنايا وقلت لكم غنقدوا نتقدوا وديروا الثمن نيشان وما تسرقوش الناس ودوزوا في السيركوي، حتى واحد ما بغى يحترم هذا الشيء، سالينا معاكم سيروا دبروا راسكم شي بلاصه اخرى، فيتال سالينا منها، غير سيروا جمعوا حوايجكم، راه اللي غنلقى هنا حتى غيمشي للحبس، صافي باش نكونوا واضحين في هذه الامور. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.